دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية تنضم إلينا مباشرة في هذه اللحظات من القدس المحتلة. تحية لك دانا. التظاهرات تزداد حدة وفي كل لحظة طبعا يزداد عدد المتظاهرين من عائلات المحتجزين الإسرائيليين. جديد هذه التظاهرات وأيضا ردة الفعل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية؟ لربما حساني هذه الساعة المفصلية بالنسبة للتظاهرات وتحديدا التي تكون عادة يوم السبت في تل أبيب في تمام الساعة 10 تقريبا تنتهي الكلمات عبر المنصة المركزية في تل أبيب لعوائل المحتجزين وتنتهي الهتافات وترديد الشعارات ورفع اللافتات، ومن بعدها يكون هنالك انفضاض لهذه التظاهرة من تلقاء أنفسهم أي المتظاهرين، ولكن عادة يكون هنالك توسيع قاعدة الاحتجاج من خلال الاشتباك المواجهات من خلال إطلاق القنابل الملونة والدخانية، وكذلك الحال إضرام النيران في بعض الشوارع الرئيسية، وهذا ما تخافه عناصر شرطة الاحتلال التي دفعت في تعزيزات شرطية مشددة قوات الخيالة السواتر الحديدية التي عادة ما تحضرها كل سبت لإغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية أمام المتظاهرين الذين قد يرغبون في النزول إلى شارع أيلون، هذا الشارع الرئيسي والمفصل الذي يربط شمال البلاد في جنوبها. عادة ما يكون هنالك إغلاق لهذا الشارع من قبل المتظاهرين، يكون هنالك إضرام للنيران. الأسبوع الماضي كان هنالك اختلاف في نوعية هذا الاحتجاج، عادة تكون إضرام النار في شارع أيلون وتقوم شرطة الاحتلال بفض هذه التظاهرات. الأسبوع الماضي اختارت العوائل أن يكون إضرام النيران قبالة الكرياء وزارة الأمن الدفاع الأركان الإسرائيلية. كذلك الحال هذا المشهد والذي بات مسلسلا لربما يوميا حساني لا يختلف كثيرا عن مدينة القدس، هنالك الآلاف من المتظاهرين يتظاهرون في شارع غزة مقابل مركز أو مكان إقامة بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ومقر إقامة الحكومة الإسرائيلية هناك، يحاولون تأجيل خروج المواكب الرسمية، وكان هذا لربما من نصيب بنيامين نتنياهو الذي خرج بعد تعطيله من قبل المتظاهرين. الهتافات هي منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، ولكن في كل مرة تزداد حدية الخطاب حدية الهتافات، وخاصة في ظل استمرار تعنت بنيامين نتنياهو في عدم إتمام الصفقة. لربما التصريحات أيضا التي يقول فيها بنيامين نتنياهو والتي نقلتها القناة 13 الإسرائيلية عن يوم الخميس الماضي بأن نتنياهو يعتزم توزيع العملية العسكرية عند الحدود الشمالية، هذا أغضب الشارع الإسرائيلي وتحديدا عوائل المحتجزين، حيث قالوا بأن مزيد من الضغط العسكري لا يولد انتراجات سياسية، بل على العكس لربما يعود المحتجزون أمواتا، وهذا ما ذكروه اليوم على منصة تل أبيب حينما قالوا بأن العملية العسكرية الضغط العسكري كان قد أدى إلى إرجاع 27 من المحتجزين موت. لكن الشعارات يعني دانا في هذه التظاهرات تتوسع ويزداد حجمها، لأنها تطالب هذه الشعارات وخاصة اليوم بأهمية إزاحة نتنياهو عن الحكم، في نفس الوقت أيضا تطالب الإدارة الأمريكية بأن تمارس الضغط على نتنياهو أكثر فأكثر لكي يتم إتمام صفقة التبادل. ترى ما الذي يمكن أن تكون عليه رد الإدارة الأمريكية تجاه هذه المطالب التي تتوسع بحق نتنياهو؟ خلال تواجدنا في الأسابيع الماضية حساني كنت ألاحظ رفع للعلم الأمريكي، وكانت هنالك شعارات خطت بأيادي عوائل المحتجزين تطالب من بايدن زيادة الضغط كإدارة أمريكية على الحكومة الإسرائيلية، وخاصة كان هنالك شكر بسبب التصريحات التي كان قد أدلى فيها الأسبوع الماضي بأنه ماضي قدما في الضغط للتوصل إلى صفقة وما إلى ذلك، وما وصفه حتى الإعلام الإسرائيلي حينها بأنها أيام مفصلية أو الصفقة الأخيرة أو الفرصة الأخيرة. لربما أيضا كان لسان حال عوائل المحتجزين هناك بأن نتنياهو لن يقدم على إتمام الصفقة في حال وجود بايدن، وبإنما ينتظر قدوم الانتخابات الرئاسية، عل وعسى أن يكون ترامب هو يترأس زمام الحكومة أو الرئاسة الأمريكية وحينها يقدم بنيامين نتنياهو هذه الصفقة كورقة نصر أو مباركة في ترأسه للرئاسة الأمريكية. لذلك هنالك امتعاض، حالة غضب واحتقان من قبل الشارع الإسرائيلي. لسان حال المحتجين يقول ليس فقط المطالبة بإتمام صفقة بل أيضا يطالبون بإزاحة الحكومة، ولربما هذا يترجم بالتظاهرات التي تكون في تل أبيب أمام منزل أو أمام حزب الليكود الذي يترأس بنيامين نتنياهو، يعولون أن يكون هنالك سحب ثقة من بنيامين نتنياهو من قبل هذا الحزب
حتى يتم الإطاحة في بنيامين نتنياهو، لأنهم يرون أن نتنياهو يميل إلى اليمين المتطرف الذي يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية إذا ما ذهب إلى صفقة تبادل، وهذا يعني أن نتنياهو يفضل مصالحه وبقائه في رئاسة الوزراء الإسرائيلية مقابل إخراج المحتجزين. هذا مفهوم طبعا، يعني الآراء التي نتحدث عنها منذ هذه الفترة الكبيرة منذ 7 أكتوبر، أن نتنياهو يفضل مصلحته الشخصية على إبرام أي صفقة للتبادل أو حتى على تراجعه عن المضي قدما في تصميمها على الحرب على قطاع غزة. ما المسار الذي يعني يعتبر جديدا خاصة في المعطيات التي تتعلق بأعضاء الكنيسة، لأن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية عميد هاليف يتحدث على أن الجيش الإسرائيلي برغم مرور كل هذه الشهور الطويلة في حربه منذ يوم 7 أكتوبر على قطاع غزة لم يهزم أي كتيبة أو حتى فصيل. يعني ما المسار الذي يمكن أن يتخذه هذه التصريحات أو هذا التدخل من أعضاء الكنيسة بحق نتنياهو وبحق الجيش الإسرائيلي ككل على أنه لم يحقق إلى الآن دانا المنجز أو الهدف من حربه على قطاع غزة؟ لربما مثل هكذا تصريحات تعزز الانشقاق الشرخ المتواجد في الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتماهى إذا ما استذكرنا بعض التصريحات لقادة الأجهزة الأمنية لجنرالات وضباط في جنود الاحتياط تحديدا، حينما قالوا وطلب منهم العودة إلى جباليا أو إلى مناطق شمال القطاع، كانوا يرفضون العودة إلى القتال هناك، لأنهم قالوا بأنه لا جدوى من استمرار العملية العسكرية. وحتى وزير الأمن يوآف جالانت كان قد قال بأن العملية العسكرية في الجنوب، ويقصد بذلك قطاع غزة، على وشك الانتهاء، وبأن التحشدات بدأت تتجهز للانتقال إلى مرحلة عسكرية موسعة وعملية عسكرية موسعة عند الحدود الشمالية. لذلك هذا التصريح غير مستغرب بالنسبة للإسرائيليين، و خاصة فيما يتعلق في هذا الانشقاق. لربما بنيامين نتنياهو وحده هو الذي يريد استمرار العملية العسكرية هناك، هو الذي يطرق سيطرة عسكرية بتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية عن طريق مرحلتين، وهذا يتماهى مع تصريحات إتمار بن غفير وسموتريتش بعد 7 أكتوبر حينما طالبوا بإعادة الاستيطان والمستوطنين إلى قطاع غزة، وهذا ما يرفضه يوآف جالانت وقادة الأجهزة الأمنية، وخاصة لما لها من تداعيات ليس فقط عسكرية من جلب قوات احتياط أو سحب بعض القوات العاملة في الضفة والقدس، ولربما هذا يؤثر على الأمن العام لدى الإسرائيليين، بل أن هنالك تبعيات مالية وتكاليف مادية ستثقل كاهل الحكومة الإسرائيلية المتردي وضعها بسبب طول هذه الحرب. لذلك من غير المتوقع بأن يكون هنالك سيطرة أو منطقة عسكرية في الشمال، ولكن لربما هذه التصريحات على لسان عضو الكنيسة تعمق هذا الانقسام، هذا الشرخ، بالقول بأنه بالفعل لا إنجازات عسكرية تذكر في قطاع غزة. ولربما الدليل ما كان اليوم في عسقلان عند الحدود مع قطاع غزة حينما دوت صفارات الإنذار، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على كتائب القسام في رفح، قضى على العديد من القدرات العسكرية لحركة حماس وبأنها غير قادرة على استمرار الردود، ولكن اليوم صفارات الإنذار قد دوت، وجيش الاحتلال كان قد أعلن اعتراض صاروخين، واحد قد سقط في البحر والثاني اعترضته القبة الحديدية، وهذا ما يفند مزاعم الرواية الإسرائيلية بأنه بالفعل هنالك قضاء على القدرات العسكرية الأخيرة. وضحت هذه التفاصيل بالضرورة، سوف نكون معك عندما يكون هناك جديد، وخاصة فيما يتعلق بالزخم الواضح في ازدياد عدد المتظاهرين من عوائل وأهالي المحتجزين في تل أبيب من أجل إبرام صفقة التبادل، وأيضا في نفس الوقت هو محاولة لإحراج نتنياهو لعدم المضي قدما في تصميمه على هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. تفاصيل واضحة، أشكرك عليها دانا أبو شمسية، كنت معي فيها مباشرة من القدس المحتلة، أشكرك دانا.